أكيد. فلما نشوف حتى كل خطابات زيلينسكي منذ بداية الحرب إلى يوم الناس هذا كلها يعني كانت تأخذ بعض المواضيع الآنية التي كان يجب أن يتحدث فيها في كل محطة يجري فيها يعني يلقي فيها خطابا إلى الأمة يؤكد على المحطات وعلى تطورات الأحداث وإلى ما أين ماضون، لكن ما يعني لم يخلو أي خطاب منه هو دعوته وحرصه الشديد على الوحدة الوطنية والتلاحم ما بين أبناء الشعب، وأن العدو واحد فلا بد أن ننكر الذات ونكون شخصا واحد، ويوصل دائما رسائل يعني واضحة المعالم لا يصعب فهمها، أننا الآن في حرب، ليس هناك عسكري يناط به الدفاع عن الوطن ومدني يعني يقبع في بيته غير آبهم بالمعركة، بل الكل بمجرد إعلان روسيا الحرب كل الأوكرانيين من رئيس الجمهورية إلى أصغر طفل يقوى على حمل حجارة يلقم بها العدو الروسي كلهم أصبحوا جنودا. حتى هو منذ البداية كان يظهر يعني يلبس سترة عسكرية ويلبس سروالا عسكريا وأحيانا يحمل معه سلاح كلاشينكوف، فبالتالي هذه الفكرة التي زرعها في الأوكرانيين وهو يحافظ عليها الآن لأنها فكرة مجدية وأتت أكلها، فبالتالي هو يريد أن يوصل للجميع أننا كلنا أوكرانيون، فبالتالي نحن كلنا جنود في المقاومة.